الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ سيد علي صالح الدين، أستاذ اللغة العربية. كل واحد منا وقعت له مواقف في حياته، فأردت أن أنشر هذه المواقف الطريفة سواء مع أولياء التلاميذ، مع أبناء الطلبة، أو مع زملائي، أو مع المسؤولين في حقل التربية، وأردت أن أنشرها في حلقات ليتمتع بها خاصة رجال التربية والتعليم. وبهذه المناسبة أشكر زميلنا الطبي الذي ساعدني على نشر هذه الحلقات، كما أتمنى أن تنال إعجاب كل الزملاء خاصة أبنائي الطلبة. وأهديها بالمناسبة إلى الزوجة الكريمة الأستاذة كذلك سلطان سليمة، وإلى بناتي كلهن في التربية والتعليم. وبالمناسبة أذكر أول واقعة طريفة وقعت لي في حياتي مع مدير مدرسة ابتدائية رحمه الله ثامر عيسى. كان عشت معه يعني مدة معينة، كان يتقن الخياطة، ومرة كنت جالس معه في المكتب، جاءه أحد المهاجرين وطلب منه أن يخيط له 50 كفنا أو سترة. قال له أعطيها صدقة للفقراء والمساكين. بمجرد ما انتهى من خياطة الكف، حتى ليلا بعث لي هاتف وقال لي لقد تركت لك أو خيرت لك كفن هدية من عندي. قال لي واش خطرة أخرى ما تحير ما تلقاه واجد، أنا خيرت واحد فأخترت لك كفن وهذه هدية من عندي. وهذا أول موقف طريف وقع لي مع المرحوم ثامر عيسى. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سأتطرق لكم المواقف الطريفة التي وقعت لي في حياتي المهنية. أشكركم. لا تنسى ذكر المحل اللي رانا فيه. كذلك المحل، نشكر صاحب المحل وهو لا تغمشيكوش الحسن الذي تفضل بفتح محله وفتح لنا صدره، فجزاه الله خيرا. ونلتقي إن شاء الله. إن شاء الله الحلقات كل تكون هنا القادمة إن شاء الله. حوالي يعني بالمناسبة وقع لي أكثر من 200 موقف، فأحاول أن أختار حوالي 20 موقف سأنشرهم وأهديهم لجميع الزملاء والزميلات اللي عملوا معي، سواء في بنزي، في المركز التربوي الشعبي، معاه في المعهد التكنولوجي، في مدرسة الرجاء، المركز التربوي الشعبي وغيره. وشكرا. إن شاء الله إن شاء الله التفاعل يكون مع المواقف. بهم بعد انت تقدر تكتب كتيب ولا ممكن راني ناوي بننشرها في كتيب ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا.